Estoy grabando.
اللهم يا رب جاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طاهر قلوبنا من كل وسب يباعدنا عن مجاهرتك ومحبتك وعمدنا على السنة والجماعة والشوق إلى اللقائك يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين وهذه صفات الروضة التي Thank you.
Alhamdulillah rabbil alamin wo sigitu ye dugo ke alhamdulillah an yashi shin binani kele karana kaba ani dalalul khairat shin saba amina dugo kala al samin ani kura kura dugo nge ku ya laka hina sala krama ka hina sala krama ne kele ne bela jelema kere hama ka hina sa ngam soro wa na ngacho robo ma alaka hina do an yare kuna jena ka ke ka nafa allah ra alako ka alakra koso amina dugo kala so ite damna fala ya si duwa mna kala bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وقالكنا ورازقنا مولانا من الشاهدين اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان أو تحريف كلمة عن موضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأكير أو زيادة أو نقصان أو تعويل أو على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو تعجيل عند تلاوته أو كسل أو سرعة أو زيك اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إزهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو حمزة أو جزم أو إيراب بغير مكان فاكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل إلهان فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تواكزنا يا مولانا وارزقنا فضلا من قراه معديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة وبشارة والأمان ولا تكتم لنا بشر والشقاوة والضلالة والطغيان ونبيهنا خول المنايا عن نوم الغفلة والكسلان وأمنا من عذاب القبر ومن سؤال المنكر والنكير ومن آكل الديدان وبدي وجوهنا يوم الباس واتق رقابنا من النيران ويمين كتابنا ويسير حسابنا وسقل ميزاننا بالحسنات
وثبت أقدامنا على الصراط وأسقنا في وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا الديان أستجب دعانا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان آتنا جميع ما سألناك به في السر والعلانية وزدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رحيم يا رحمن اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشريعة والبرهان برحمتك يا رحيم يا رحمن اللهم أنفعنا ورفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا بآيات وذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم زجنا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بكلاءة القرآن وعافينا من كل البلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وارحم جميع أمة سيدنا محمد بحق القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا خرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط النورا وإلى الجنة الرفيقا وبيننا وبين الناس سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أهدينا بهداية القرآن وافينا بإناية القرآن ونجينا من النيران بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن ورفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان اللهم ارزقنا من كل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة السلامة وبكل جزء جزاء اللهم ارزقنا بالألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء التوبة وبالساء ثوابا وبالجين جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء كلانا وبالدال الدنوة وبالزال زكاة وبالراء الرحمة وبالزال زلفة وبالسين الصناعة وبالشين الشفاء وبالصاد السرقة وبالدار الدياء وبالطاء الطهارة وبالزال الظفرة وبالعين إلما وبالغين غناء وبالفاء فلاها وبالقاف قربا وبالكاف كفاية وباللام لطفا وبالميم موئزا وبالنون النورا وبالواو وسلا وبالهاء هدايا وباللام ألف اللقاء وبالياء يسرا وصلى الله على سيدنا محمد وآله أصحابه أجمعين اللهم بلغ الصواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وإلى أرواح أصحابه رضي الله عنه أجمعين وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأستاذنا ومشايخنا خاصة وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أحياء منه والأموات أجمعين عامة وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذل المسلمين آمين يا رب العالمين برحمتك يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا سيد دعوة كلنا دلائل دعوة منا كلا ألسان عنك كرا كرا لا اللهم اشرع بالصلاة عليه صدورنا آمين يا ربي ويسر بها أمورنا آمين يا ربي وفرج بها همومنا آمين يا ربي واكشف بها غمومنا آمين يا ربي واغفر بها ذنوبنا آمين يا ربي واكفي بها ديوننا وأصلح بها أحوالنا آمين يا ربي وبلغ بها آمالنا آمين يا ربي وتقبل بها توبتنا آمين يا ربي واغسل بها خوبتنا آمين يا ربي وانصر بها حجتنا آمين يا ربي وطهر بها ألسنتنا آمين
وأنس بها وحشتنا آمين يا رب. وارحم بها غربتنا واجعلها نورا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا وفي حياتنا وموتنا وفي قبورنا وعشرنا ونشرنا وزلا يوم القيامة على رؤوسنا آمين يا رب. وقدم بها يا ربي موازين حسناتنا آمين يا رب. وقدم بركاتها علينا حتى نلقى نبينا وسيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم آمين يا رب. ونحن آمنون مطمئنون آمين يا رب. فرغون مستبشرون آمين ولا تفرق بيننا وبينه آمين يا رب. حتى تدخلنا ملك له وتعين إلى جواره الكريم آمين يا رب. الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك آمين يا رب. اللهم إنا آمنا به صلى الله عليه وسلم آمين آمين. ومتينا اللهم في الدارين برؤيته آمين يا رب. وثبت قلوبنا على محبته آمين يا رب. واستعملنا على سنته آمين يا رب. وتوفنا على ملته آمين. وأشرنا في زمرة الناجية وإذ المفلحين آمين يا رب. وانفانا بمن طوت عليه قلوبنا من محبته آمين يا رب. صلى الله عليه وسلم يوم لا جد ولا مال ولا آمين يا رب آمين. وأوردنا خوده الأصفار آمين يا رب. واسقينا بكأسه الأوفى آمين يا رب. ويسر علينا زيارة حرمك وحرمه من قبل أن تميتنا آمين يا رب. وقدم علينا الإقامة بحرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم آمين يا رب آمين يا رب. اللهم إنا نستشفي به إليك آمين يا رب. وأوجه شفائي إليك آمين يا رب. ونقسم به عليك آمين يا رب. هو أعظم من أقسم بحقه عليك آمين يا رب. ونتوصل به إليك آمين يا رب. هو أقرب الوسائل إليك آمين يا رب. نشكو إليك يا رب كسوة قلوبنا آمين يا رب. وكثرة ذنوبنا آمين يا رب. وطول أعمالنا آمين يا رب. وفساد أعمالنا آمين. وتكاسلنا عن الطاعات آمين يا رب. وقومنا على المكالفات آمين يا رب. وقيم المشتقى آمين. إليه أنت يا رب بك نستنصر على أعدائنا وأنفسنا فانصرنا آمين. وعلى فضلك نتوكل في صلاحنا فلا تكلنا إلى غيرك يا رب آمين يا رب. وإلى جناب رسولك صلى الله عليه وسلم ننتسب فلا تبعدنا آمين يا رب. وببابك نكف فلا تطردنا آمين. وإياك نسأل فلا تقيبنا آمين. اللهم ارحم تضرؤنا آمين. وآمن خوفنا آمين. وتقبل آمالنا آمين. وأصلح أحوالنا آمين. واجعل بدعوتك اشتغالنا آمين. وإلى الخير معالنا آمين. وحقق بزيادة آمالنا آمين يا رب. بسعادة آجالنا آمين يا رب. ظلنا ظاهر بين يديك آمين يا رب. وحالنا لا يخفى عليك عملتنا فتركنا ونهيتنا فتقبنا آمين يا رب. ولا نسأونا إلى عفوك فعفو عنا آمين يا رب. يا خير معمول وأكرم مسؤول آمين يا رب. إنك عفو كريم رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين آمين يا رب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما آمين. والحمد لله رب العالمين آمين يا رب. اللهم يا من لطفت بكلك السماوات والأرض آمين. ولطفت بالأجنة في بطول أمهاتها آمين. قلت بنا في قضائك وقدرك لطفا يليق بكرمك يا أرحم الراحمين آمين. اللهم انصر بفضلك سلطاننا آمين يا رب. وأهلك الكفرة أعداءنا آمين يا رب. وآمنا في أوطاننا آمين. وولي أمورنا كيارنا آمين. ولا تولي أمورنا شرارنا آمين يا رب. وارفع مقتها وغضبك عنا آمين. ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين آمين. آمين يا رب. اللهم لا تدع لنا في مكانك هذا آمين. آمين يا رب. ولا ذنبا إلا غفرت ولا أسرا إلا يسرت آمين. ولا مريدا إلا شفيت آمين يا رب. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك آمين يا رب آمين. ولنبيك بالرسالة آمين. وماتوا على ذلك آمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم آمين. ونكهم كما ينكى صوب الأجل من آمين يا رب. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما آمين. على سيدنا محمد الذي تنحل به الأقد آمين وتنفرد به القرب وتقدى به الهواج وتنال به الغيب وحسن الكواتم ويستطفى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمهات ونفس بارد كل معلوم لك يا آمين. الله يا متكبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wamne ma dafa tuuna ma sha Allah an ajega fatiha kala nyobe ka solida ga na fa anya da mina tuuna bismina a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ar rahmanir rahim maliki yawmiddin
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقادم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لك نفنا لك حنس على كرم لك نفنا لك حنس على كرم لك نفنا لك حنس على كرم استوى بالأجل لك نفنا لك حنس على كرم جرس الله الحمد لله I'm going to go to the house.